الجمعة الترابية الإقليم، السيد رئيس المجلس الإقليمي بالنيابة، السادة رؤساء المصالح الأمنية والمصالح الإدارية لدى مركز الإدارات الممتدة على مستوى الإقليم، منتدو جالية ومغرية بالخارج، حضرات السيدات والسادة. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذي يقام هذه السنة تحت شعار مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية المحلية، يشرفني أن أرحب بكم متمنيكم ولجميع أفراد الجالية المغربية التابعة لفوضى الإقليم مقاما سعيدا بين أهليكم وذويكم، وأشكركم لتنميتكم لذوي هذا اللقاء الوصولي الذي يخرجنا على تقرير الإقليم ومصلحة المقيمة الوطنية المغاربة المقيمة بالخارج. حضرة السيدة السادات، إن هذه المناسبة القيمة هي احتفال رمزي بدلالات إنسانية عالقة وفرصة لتعزيز عمر التواصل معكم ومحطة التقييم وتجسيد الرعاية الوطنية والإلهية الخاصة التي يوليها جلالة أمور القضايا الجالية المغربية المقاتلة بالخارج. أما أنها تشكل مجالا لانخراط أعضاء جاليتنا ومساهمتهم في الأوراق الشكلية التي يعرفها المغرب. وسنة وطنية تنجح في جملة سياسة القرب التي تنهج حكومة جلالة التنفيذ للتعليمات الإسلامية الرامية إلى الاقتراب أكثر من الرعاية والوفيات والاستماع إليهم ومشاركة همومهم وتطلعاتهم ومتابعة خطاياهم وتوفيقات السيادة لهم من أجل تشجيعهم على الاستثمار ومواكبة حوالي مشاريعهم تذليل الصعوبات التي تواجههم من الحفاظ على مصالحهم. وما جاء في بعض الخطاب الملك السامي بمناسبة 12 مجيء سنة 2016 أن انشغالنا بقضايا المواطن داخل المغرب لا يبادر إلى الهلال التي يوليها بشؤون الجالية المقيمة بالخارج، فنحن نقدر مساهمتهم في تنمية بلدهم وفي الدفاع عن مصالحهم العليا كما نعتز بارتهم بوطنهم وبتزايد عدد الذين يحرصون كل سنة على صلة رحم بأهلهم رغم ما يتحملونه من تعب وانشغال السفر وما يواجهونه من صعوبات. وإذا كنا نريد ونؤكد في كل مناسبة شكرنا لهم وعلى ضرورة الاهتمام بقضاياهم سواء داخل الوطن أو في بلدان القناة، فنحن لا نبالغ في ذلك لأنهم في الواقع يستحقون ذلك وأكثر. انتهى كلام جلالة الملك. حضرت السيدة السادة، من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهونها فإن جميع المصالح الخارجة المتابعة على مستوى الإقليم ستكون رهن إشارتكم واستقبالكم ودراسة مشاكلكم بالإضافة إلى خدمتهم على مستوى صحيح المواصلة تعنى بكم من حيث الاستقبال والتواصل حتى تتمكنوا من قضاء أغراضكم في أحسن الظروف بالسرعة والدقة التي تقتضيها وضعيتكم. كما أهيئ بالسادة رؤساء الجامعة والمصالح الخارجية والإقليمية وكذا السلطات المحلية والأمنية أن تعتني أكثر بالقضايا الجالية من منظور احتلافي وراعي خصوصيتها وانتظاراتها ويستجيب لمتطلباتها ويستحضر عمق حاجيتها. وإنني أرحب بكم مجددا وأؤكد لكم أن مصالح الإقليم بكل مكوناتها المنتخبة والترابية والإدارية والأمنية تبقى رهن إشارتكم ولن تدخل شهدا في تقديم كافة الدعم لمساندتكم. وفقنا الله وإياكم بما فيه الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس قيده الله ونصره. للشرف اليوم حضور الاحتفال بإقليم نواصر بمناسبة عودة المغاربة المقيمين للخارج للإقليم ديالهم، وكان لي الشرف أنني نقدم الأنشطة ديال اللي كيقوم بها المركز الجهوي لاستثمار جهات الدار البيضاء سطات، وبالخصوص ورش الإصلاح اللي هو ورش نابع وتابع للتوجيهات والرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي.
هذا الإصلاح اللي كيتمحور حول مجموعة من المحاور، منها تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، تحديث الإدارة المغربية عبر الرقمنة والخدمات الإلكترونية اللي كتقدمها، وأيضا الجديد بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار وبالخصوص المركز الجهوي للاستثمار الجهة الدار البيضاء ستات، هو العمل ديال المواكبة اللي ولات كتقوم به بالنسبة للشركات والمقاولات الصغرى جدا والمتوسطة. السلام عليكم، أنا مهاجر من الديار الفرنسية، جيت باش نقضي العطلة هنايا، وحنا فرحانين اليوم في هذا اليوم العالمي للمهاجرين. جينا للعملة ديال بوزكورة ولاد صالح من واصر، وحنا فرحانين لأن استقبلونا استقبال جيد، وكاين داروا لنا عرض باش يوريونا بالنسبه للاستثمار في المغرب ان شاء الله، ولقينا مصالح خارجيه اللي شرحوا لنا في جميع المصالح، وحنا فرحانين يعني لان لقينا كاع التسهيلات والارشادات اللي كانت خاصنا لقيناها كلها مجموعه هنايا في العماله، وشكرا. احتفالا باليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، انضمت عمالة إقليم نواصر واحد لقاء تواصلي مع أفراد الجالية المغربية تحت شعار مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية المحلية. تم إلقاء كلمة ترحيبية بالمناسبة من طرف السلطة الإقليمية مبينة مساهمة أفراد الجالية في التنمية المحلية، كما تم إلقاء عرض من طرف ممثل المركز الجهوي للاستثمار، وفي الأخير تم طرح مجموعة من التساؤلات والشكايات اللي تجاوبوا معها مختلف المصالح الخارجية اللي أقامت واحد الأروقة ببهو العمالة، واللي الجالية المغربية عبرت على الارتياح ديالها للتجاوب ديالها مع مختلف المصالح اللي حضرت بالإقليم.